الحمد لله طبعا على البطولة. أي بطولة لأفريقيا الحمد لله بتبقى مؤثرة في تاريخ النادي الأهلي. للأسف النادي الأهلي أنا كان ليا تصريح معاك هنا السنة اللي فاتت بعد البطولة، قلت إحنا ما بنعرفش نفرح. كان التصريح ده يمكن جمهور النادي الأهلي ما بيعرفش يفرح عكس الأندية التانية، قلت كده تحديدا عشان إحنا بندور على اللي بعده. أنا واحد من الجمهور على فكرة وبدور على اللي بعده، يعني أنا مش قصدي إنما النادي الأهلي طبيعي يعني بنشوف يعني ردود أفعال الجمهور. قال لك ال 13 أيوه بالظبط. فأنا برضو هقول كلمة مهمة جدا، ان للاسف النادي الاهلي خلانا نزعل على اللي يضيع مننا اكتر ما نفرح باللي احنا بنجيبه، بمعنى ان احنا بنزعل على لو بطوله ضاعت مننا قوي وبنحزن قوي ويعني بنتاثر قوي، انما البطوله اللي احنا بنكسبها ما بنفرحش بيها قوي لان احنا على طول بنقلب الصفحه وبندور على اللي بعدها. فده بقى يعني ايه زي ما بيقولوا كده كلام كبير اللي يفهمه يعني تمام. فعلا احنا بنزعل على لا ما بيزعلش والله، بس احنا فعلا بنزعل على اللي بيضيع مننا قوي، ولما بنكسب او بناخد بطوله الحمد لله الفرح ما بياخدش اكتر من حجمه، عشان كده بنقدر نركز في اللي بعده. واعتقد دي اللعيبه عارفه حدودها. ايوه بالظبط بالظبط بالظبط. حتى احنا كجماهير بتزق من النهارده، خلصت النهارده انت بتزق وتفتح الصفحه اللي بعدها، وان شاء الله ان شاء الله نتقابل في اول بطوله بعد الدستة ان شاء الله زي السنه دي. طيب هسه